ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ انا اسمي رؤية والنهاردة ده اول فيديو ليا وعمري 9 سنين. والنهاردة انا هعمل لكم فيديو عن الرسم، ربي يكون يعجبكم والرسم يعجبكم. دلوقتي يلا نبدأ، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تعمل لايك والشير والسبسكرايب وتضغط على جرس التنبيه عشان يوصل لكم كل حاجة جديدة. ويلا نبدأ. دي اول رسمة، دي وانا عمري 5 سنين، ودي برضو وانا عمري 5، ودي وانا عمري 5. كان رسمي يعني نص نص، دي برضو وانا عمري 5 ودي 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 وانا عمري 6 دي برضو وانا عمري 6 وده 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 وانا 7 وده برضو وانا 7 وده وانا 7. دي بقى وانا 8، المسجد ده وانا 8 والكعبة دي وانا 8 ودي برضو وانا 8 ودي وانا 8 ودي بقى رسمها امبارح وانا عمري 9 اصلا، ودي برضو رسمها امبارح ودي برضو رسمها امبارح هي ودي. بس خلص الرسم. لا في كمان، بس انا عاملاها ورا خالص. راحت فين؟ راحت فين؟ اهي دي بقى رسمها لحد العيد الكبير عشان نذبح الجاموسة وكده. خلص التفريج عن الرسم. يلا باي. يلا هقفل.